يتجه الكثير من الشباب خصوصا في العالم القروي لاعتماد مشاريع صغيرة لتحقيق الاستقلال المالي، خصوصا لمشاريع تربية الدجاج البلدي البياض، وذلك نظرا لسهولة تربيته وإمكانية بداية المشروع برأس مال صغير، بالإضافة إلى كونه مشروع يتطور بسرعة ويحقق ربح سريع، عكس تربية الحيوانات التي تحتاج مدة زمنية كبيرة للتوالد والنمو مثل الأغنام والأبقار. يزيد على ذلك سهولة التسويق نظرا لارتفاع الطلب على مادة الطلبين. تختلف الأساليب التي يمكن اعتمادها عند تربية الدجاج البلدي البياض من ضيعة أخرى، حيث يمكن الاعتماد على أساليب تقليدية في بناء الحظيرة مثلا وتغذية الدجاج لتقليل التكاليف، لكن يوازيه كذلك ضعف الإنتاج، والاعتماد على طرق عصرية لتربية الدجاج البلدي والتي تحتاج طبعا إلى مصاريف إضافية، لكن بالمقابل تمكن من تحقيق مردودية عالية. إذا لاحظوا معي، في هذه القناة إن شاء الله سنتحدث أولا على متطلبات مشروع تربية الدجاج البلدي البياض، أمور تقنية لا بد من معرفتها حول الدجاج البلدي عند بداية المشروع، تغذية الدجاج البلدي البياض، يعني سنتكلم عن تغذيته، سنتكلم عن وصفة صحية لزيادة إنتاج البيض، درجة جدوى مشروع تربية الدجاج البلدي، أكثر أنواع الدجاج إنتاجا للبيض للتربية، وقاية ضد الأمراض الشائعة عند الدواجن. كل هذه الأمور سنتحدث عنها في هذه القناة، فشارك في القناة واضغط على زر الجرس كي تصل آخر هذه الدروس العلمية والمعلومات القيمة إذا كنت ترغب في أن تقوم بهذا المشروع.